السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة بتكلم عن فيديو رائع وجميل جدا لأستاذنا الفاضل محمود سعيد، الباشمهندس محمود سعيد حفظه الله. كان بيتكلم بيورينا في الأسعار في محل ليدل ومحل تارجت، ويعني بيورينا ان طبعا الاسعار يعني عايز يقول انها ما غليتش ما تضاعفتش وكده، وانها ما زالت اسعار كويسة. عموما حضراتكم احب الفت نظركم لحاجة مهمة جدا، وهي ان هو ما جابش حاجات غالية سواء في تارجت او في ليدل. هو لو جاب لحوم مثلا، او لو كان جاب لحمة، لحمة بقري او لحمة ضاني، اوعدكو انه كان هيصرف ضعف الـ100 دولار اللي صرفها، ان ما كانش 300 دولار او كان هيعدي الـ200 دولار بكل تأكيد، يعني لو كان هيصرف في اكل غالي. ولكن الاكل اللي اشتراه، هو اشترى بس الاكل اللي هو مش غالي، فعشان كده يبان لكم ان الحاجات اللي جابها سواء في تارجت و ليدل يا دوب كانت 125 دولار فقط لا غير. لكن لو جاب الحاجات التانية زي اللحوم الحمراء مثلا، ما كانش هيدفع 125 دولار فقط. عموما دي أول نقطة بس بلفت نظركم ليها، أنت لو هتجيب كل حاجة هتدفع أكتر من كده. النقطة التانية هي محل الليدل اللي وراه لنا أستاذ محمود سعيد، هو محل أنا نفسي اللي عشت في أمريكا في أكتر من 20 مكان ما شفتوش خالص. أنا شفته بالمناسبة لما رحت أوروبا. أيوة، أنا لما زرت أوروبا شفته فعلا، شفت محل ليدل في التشيك، شفته في المجر، شفته في سلوفاكيا. حصل أيوة إن أنا شفته في أوروبا، بس أنا ما شفتوش في أمريكا. هل معنى كلامي إن أنا بقول إنه مش موجود في أمريكا؟ لا، ما بقولش إنه مش موجود في أمريكا، بس بقول لكم إنه مش منتشر في أمريكا. الأسعار بتاعت ليدل اللي وراها لنا أستاذ محمود سعيد كانت أسعار عادية فعلا، ما عدا سعر جالون اللبن اللي هو ب$3 و69 سنت. انت مش هتلاقي جالون اللبن في اي مكان في امريكا، او في اغلب امريكا على الاقل مش هتلاقي جالون اللبن ب$3 و69 سنت. في نورث كارولاينا انا شفت جالون اللبن فعلا بالسعر ده في بعض الاماكن، مش في كل الاماكن. ولكن انا بقول لحضراتكم، انت في اقرب مكان ليك جالون اللبن هتلاقيه معدي الـ5 دولار، ان ما كانش عدى الـ6 دولار، بس خلينا نقول المتوسط العام ان هو عدى في حدود 5 دولار او يعدي الـ5 دولار. ده جالون اللبن، وده سعره العادي في امريكا. اما سعر $3 69 سنت، انا مش عارف ازاي الليدل القريب منه بيبيعوا ب$3 و69 سنت. عموما ده شيء جميل بالنسبة للزباين اللي راح تبضع من هناك. طيب، بعد كده حضراتكم بقول لكم ان الاستاذنا محمود سعيد للاسف الخرافه من العيار الثقيل، وهي ان الحد الادنى للاجور في امريكا $15 الساعه. هذا غير صحيح، لأن ال $15 الساعة ده يا اخوانا الحد الأدنى للأجور في مدينة نيويورك، مش في ولاية نيويورك، في مدينة نيويورك وفي لونج ايلاند وفي ويست تشستر. دي أماكن في ولاية نيويورك. أيوة، مدينة نيويورك الـ5 بوروز بتوعها أو الـ5 مقاطعات اللي فيها، والويست تشستر واللونج ايلاند، هي دي الأماكن في ولاية نيويورك اللي بيطبق فيها الحد الأدنى للأجور $15 الساعة. لكن الحد الأدنى للأجور في أمريكا لا يزال $7 وربع الساعة. هتقولوا لي هيجي يطلع عليا بعض النجباء
عشان يقولوا لي ما حدش بيعمل 15 دولار اقل من 15 دولار الساعة. هقول لكم لا، الكلام ده غلط. اكتر من تلت الناس اللي شغالين في امريكا بتعمل اقل من 15 دولار الساعة جروس، ده قبل الضرائب والخصومات. يعني بعد الضرائب والخصومات ال 15 دولار الساعة دول هيصفصفوا لهم على 10 11 دولار الساعة، عشان الناس بس تكون فاهمة. طيب خلينا نتكلم عن الجروس. ال 10 دولار الساعة جروس اللي هي بتصفصف لها بعد الضرائب والخصومات على نقول 7 مثلا، دي بيعمل دي 30% من الناس اللي شغالين في أمريكا. 30% من الناس اللي شغالين في أمريكا بيعملوا أقل من 10 دولار الساعة جروس، يعني تصفصف لها على بتاع 7 بعد الضرائب والخصومات. وأكتر من التلت، يعني أكتر من 33.3%، أكتر من التلت بل وأكتر من 35% كمان بيعملوا، ما زالوا بيعملوا أقل من 15 دولار الساعة في أمريكا جروس. فأستاذنا محمود سعيد أخطأ لما قال إن الحد الأدنى للأجور في أمريكا 15 دولار الساعة جروس. وفي النهاية أشكركم على المشاهدة، وأرجو إن الناس ما تفهمش إن أنا القصد من الفيديو إن أنا أكحد أمريكا أو أجحد أستاذنا محمود سعيد حفظه الله. ما فيش حاجة من دي خالص. برضو بنبه الناس على نقطة مهمة، إن أنا برضو مش الهدف إن أنا أنفر الناس من أمريكا. يا سيدي ماشي، أكتر من تلت الناس بتعمل أقل من 15 دولار الساعة، أنت جايز تكون من 60% اللي بيعملوا اكتر من كده. يعني انت، انا ما بقولكش انك بالضرورة لازم هتعمل الحد الادنى للاجور او اللي موجود في مكان معين. ربنا يكرم الجميع، واسمع عنكم سمع خير ان شاء الله دايما. اشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.